رجعنا لكم، وآخر من يعلم اليوم هي الفنانة المتألقة جدا شيرين عبد الوهاب. شيرين راح نشوف فيديو ونكمل كلام. طبعا كتر خيري هالاغنيه اللي عملت ضجه في كل الدنيا. اول شيء قالوا في ناس استصعبوا الكلام جدا، صح؟ عشان كان كتير جنب بعض. مش بس لا، مش موضوع الكلام كلفظ، استصعبوا الفكره، يعني قالوا انه كتر خيري اني قابلته، يعني حسوا ان شيرين يعني حطت الرجل في لا يعني بالعكس في مشكله. لا ما احنا هنا بس بنقف لو كان في حاله ان الراجل مش كويس، لكن مش دايما مش على كل الرجاله يعني. مش على الكل، في رجاله زعلوا من الموضوع من الاغاني؟ لا والله الاغنيه دي لقيت نجاح عند كل الناس الحمد لله. طيب كان فنيا في خلاف مع الموزع وليد شرائي. انا ما اعرفوش اصلا وليد شرائي. ما تعرفيش وليد شرائي؟ ما اعرفوش ولا عمري شفته. نعم. وهو فجاه بس طلع بعد هالاغنيه قال ايش؟ قال ان ما اعرفش هو افتعل المشكله للشهره فقط. طبعا جوزي دارس معاه ماجستير موسيقى عربيه، سوري كونسرفاتوار، فيعني معلش مش هو مش مستني حاجه من حد. محمد مصطفى شاطر في جميع انواع الالوان الموسيقيه اللي بيقدمها، مش مستني ابدا من وليد ولا من غيره جمله عشان يكسل. يعني مش جوزي اللي يعمل كده، مش محمد مصطفى اللي يعمل كده حقيقي والله. نعم. وحتى لو مش مراته هقول لك نفس الكلام. نعم. يعني انا بعرف مكانته كويسه جدا الفنيه عندي من قبل ما اتجوزه. اكيد محمد مصطفى معروف جدا وله نجاحات كبيره جدا. مش محمد اللي يستسهل او يتكاسل فياخد جمله من موزع، لكن انا كل اللي اقدر اقول لك ان المزيكا دي اتعملت في بيتي، البيت عندي، وكل جمله مبنيه على ايديا، فلا يمكن نكون خدنا حاجه من حد. محمد مصطفى يعني قلتي ان هو ما بيتدخل في اختياراتك كثير وما بيتدخل في شغلك؟ لا كل وقت سفرك وحفلاتك في شغله، يعني ملتزم بشغله، ما الطرف الثاني ما بيتدخلش في. طيب ايش رايك في الاتهام اللي شويه توجه لالبومك الاخير، وهو انه طبعا معروف محمد مصطفى هو قائم باعمال فنانه سميره سعيد، دائما بيوزع لها معظم اعمالها وتميز جدا التعاون بينهم، وقالوا السبب انه محمد مصطفى اخذ اغاني واعمال كثيره في اخر البوم لشيرين انه صار البوم شيرين الا سميره سعيد شويه، راح لستايل سميره سعيد. لا هو هي اغنيه واحده قول لي امتى يا حبيبي لحنه، وانا اللي شبطت فيها، انا اللي قلت له عايزه اغنيها. بس هو وزع كذا عمل معك في الالبوم؟ ايوه وزع حوالي 4. طب ما هو التوزيع بيعطي لون للاغنيه. لا ايا كان ايا كان التيم اللحنيه. لا هو ده لونه، ده هو لون محمد مصطفى. يعني ده لونه، فبالتالي لما انا هشتغل معاه او سميره، طبعا الفنانه الكبيره سميره سعيد. نعم. يعني او مثلا الاغنيه الريتميك مثلا بيبقى ليها ستايل معين، فالستايل ده شبه محمد. فعشان شبه محمد والفنانه سميره كانت بتشتغل معاه الاول، فبقى خلاص ده تميزوا بيه هما الاثنين. لما جه عمل لي انا ده، محمد كان بيعمل لي الاول مقسوم، لما جه ابتدى يعمل لي ستايلات بقت الناس تحس ان شبه سميره. لكن انا قلت ان ما بقى انا لا الشعبي احتكاري ولا الستايل احتكار اي فنانه، ولا الرومانسي احتكار فنان. انا بحب اغني كل الالوان، يعني عمر لون الغنى ايا كان اللون اللي احنا هنغنيه ما كان احتكار لحد معين. نعم. انزين. او لفنان معين. هنشوف صوره الحين ونكمل كلام. طبعا هو اللي باين في الشاشه ان صوره ثلاثه بس هم سته. الفنانة أحلام سنة كانت حامل، الفنانة أمل حجازي كمان حامل، الفنانة نانسي عجرم حامل، وطبعا معانا القمر اليوم شيرين كمان حامل. شيرين كثير صارت لك مشاكل بعد حملك الأول. بعد حملك الأول كثير ناس قالوا شيرين اختفت، شيرين ما حتطلع لأنك كسبتي بعض الوزن. لا هم زي كالعادة يعني بيألفوا زي ما هم عايزين سيناريستات. في ناس كثير قالوا شيرين زاد وزنها مش ممكن ترجع مره ثانيه على الشاشه، وحتى لو وزن زاد وفيها ايه لما غنت كانت حامل وكانت بتعمل كويس حفلات. بس انت هالموضوع ما ضايقك؟ لا بتمارس نشاطها الفني بشكل طبيعي يعني زي الباقيين يعني بسمع الكلام واقول طب ماشي لحد زي دلوقتي مطلعين عليا ان انا هعتزل سنه.
شيرين هتعتزل في الأشهر الجاية. أنا فعلا جاني هذا الموضوع في عشان خاطر ليه اعتزل؟ ليه؟ ما هو ما أنا حامل أهو، بطني كبيرة الحمد لله وبشتغل أهو، بس أكيد في وقت بيبقى ملك للبيبي وحده. نعم. ثلاث شهور أربع شهور وطول حياتي هفضل أهتم بيه بس بجانب شغلي، ليه الاعتزال سنة؟ ولا سمح الله انا مشوهه وعامل عمليه رجع وشي تاني. انا مش فاهمه الناس دي بيجيبوا الكلام ده منين الحقيقه. وايش رايك كمان في بعض النقد؟